مش من معقولة أكلمك أني الأسرع، العربية ولا الطيارة، تقول لي نشوف الأستيكة. فخليني كلاما في غير محله. هي ثقيلة على لساني، جاثمة على صدري، أنني تعرضت أمام هيئة المحكمة لحرج شديد، حرج قرار. لا، خليني أزيدك من الشعر بيت ومن النثر كتاب، وأنت السبب فيه لهذا الحرج الشديد. أن تحضر أمامي بكارنيه من 7 سنين وكارنيه مكسور وغير مقروء مرة أخرى. سامحني، الوعظ على الملء فضيحة، والوعظ جانب النصيحة. قد اخترت الأولى لنفسك برغم أني قد فرضت عليك الأخيرة منذ قليل. أنت اخترت أن الوعظ يكون على الملء، تعيد لنفس الأمر بجوارك وفي يسارك تحديدا زميلا سبقك وقال لي التزمنا. أسألك، أنا مش طالب حد يلتزم، أنا طالب القانون، الحجة ما بيني وبينك، إن لم تحاججني به لن أحاججك بغيره. وأحسب أن يسبق هذا القانون اعتبارات العدالة والأخلاق والإنسانية. إن تخلينا على أي من هذا الثلاث لن نصل إلى هذا الرابع، القانون. إن ترجعت تتكلم في نفس الموضوع تاني هو ذا قد رد عليك حجرك. إن لم تحاججني بحجة قوية عليك أن تمسك نفسك. إحنا بنترافع في القضية وطهرنا الحضور عشان يبقى الحضور سليم وفقا للقانون، ونسمع مرافعة سليمة. خليني دون إفصاح عن وجه النظر في الدعوة، هو ذا لم نتداول مع يميني ويساري الاثنين رئيسي الاستئناف، ولكن مرافعتك القوية والجميلة وبدايتها طيبة، وأنت تعرض قانون نحييك عليه أي مكان في الآخر. إيه لأن لك وجهة نظر ومدرسة دفاع، ولربما بعضنا ألحم من البعض فله عرض يبدو جميلا، ولكن هناك الأجمل. نحن نقارن ما بين جيد وأجود، حسن وأحسن، حاشا أن يكون هناك الثالث أو الأخير الذي نقبله بين هذا وذاك. ما ترجعش تقول لي بقى أنا واخد ابتدائية سنة 30 وجايب 50 من 50، أنا مالي، بماذا فعلت بهذا؟ عار عليك أن يسترك الله وتفضح أنت نفسك. اللي أنت بتقول عليك أن طيب للغاية، ولكن العبرة بالخواتيم كما قد تعلمنا من السالفين، أو كما قالها ويليام شكسبير في رواياته الشهيرة All's well what ends well، العبرة بالخواتيم. خلينا في النهايات، ورينا نسمع. طيب لا نريد